بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم الإخوان، درس التاسع من سلسلة دروس ديال مانتونونس انفورماتيك، لا بارتي 3 من لو ميكرو بروسيسور. إذن كنا درنا دو بارتي، هضرنا في البارتي الاولى ديال الميكرو بروسيسور، لا ديسكريبسيون جينيرال ولا اش كيصلح الميكرو بروسيسور والاهميه ديالو. وفي البارتي الثانيه كنا هضرنا على لا فريكونس ولا لا فيتاس ديال الميكرو بروسيسور، على انها هو الكاركتيرستيك اللي كاركتيريزي لينا لو ميكرو بروسيسور ديالنا. وباش كنتكلموا على لو ميكرو بروسيسور لا فيتاس ديالو، كنتكلموا على لا فيتاس ديال لورديناتور ديالنا بصفه عامه. اذا بالنسبه لهذا الدرس او لهذا لا بارتي اللي هو الدرس التاسع ان شاء الله من سلسله الدروس ديال ماتونس انفورماتيك، غادي نطرقوا نتكلموا على لو سيبور دو ميكرو بروسيسور. قبل ما نزيدوا نطرقوا على لو ميكرو بروسيسور اون ديتاي، انا باقي نتكلموا على الميكرو بروسيسور اون ديتاي، ولكن خصنا واحد نشيو لواحد المساله مهمه جدا في لو سيبور دو ميكرو بروسيسور. خصنا نهضروا على لي تيب ديال لي سيبور اللي كاينين عندنا في لا كارت مير. علاش؟ لان سولون لو تيب دو سيبور دو ميكرو بروسيسور كنحددوا النوعيه ديال لا كارت مير ديالنا. باش كنقولوا مثلا كارت مير اللي فيها باتيوم 1، كارت مير اللي فيها باتيوم 2، اللي فيها باتيوم 3، اللي فيها باتيوم 4، راه باش كنعرفوها، كنعرفوها انطلاقا من سيبور دو ميكرو بروسيسور. ماشي يقول لي شي واحد محكم من البارت ميموار ولا شي حاجه، لا، في لا رياليتي كنعرفوها من سيبور دو ميكرو بروسيسور، هو اللي كيحدد لنا لو تيب ديال هاد لاكارت مير ديالنا. علاش؟ باش ما نخلطوش، واخا داكشي ديباسي ديال 1 2 3، ولكن ما نخلطوش داكشي اللي ديباسي مع لا نوفيل تكنولوجي اللي كاينه دابا، لانهم كيتشابهوا في الشكل. اذا لو سيبور دو ميكرو بروسيسور هو هذا اللي قدامنا الان، كتشوفوا فيه بيض. قبل ما نتكلموا على النوعيه ديال سيبور دو ميكرو بروسيسور من ناحيه سميتو لو تيب ديال لاكارت مير، خصنا نشير واحد المساله مهمه. لو سيبور دو ميكرو بروسيسور اللي كاينين في لاكارت مير كاينين على دو فورم، جوج ديال الشكل. كاين الشكل اللي اغلبيه لاكارت مير فيهم هذا الشكل، هذا 90% ديال لاكارت مير كتلقى فيهم هذا الشكل، اللي هو هذا الشكل اللي كتشوفوا دابا، كيتسمى سوكيت دو لا فورم سوكيت. سيبور دو ميكرو بروسيسور دو لا فورم سوكيت، الشكل ديالو سوكيت، كيكون كنسميوه ناعس بحال هكا، كيكون فيه مربع وفيه الحفاري وفيه واحد اللوفي، هاد العصيه هادي، وفي واحد لابارتي هنا بيضاء، هنا في الحقيقه كتكون منقوشه واحد السيري، غادي تشوفوها اون ديتاي. اذا هذا في هاد لاكارت مير فيها لا فورم سوكيت. مثلا هذا سي لا فورم سوكيت، اذا ها هو واحد السيري منقوش هنايا، لوفي لي ترو. مثلا هاد لاكارت مير تا هي فيها لو تيب سوكيت، كيبقى لو ميم برانسيب، ولكن لاكارت مير الاولى ماشي بحال ديال هذا، الثانيه راه مختلفين. مثلا ها هو واحد اخر عاوتاني سوكيت، ها الاخر عاوتاني هنا سوكيت، خلاص راكم الميكرو بروسيسور. حتى هذا كيتسمى سوكيت، غير هذا مختلف عليهم واحد شويه، غادي نشوفوه من بعد. صافي، اذا غالبيه لا فورم سوكيت اللي كنلقاوها في الميكرو بروسيسور كتكون على هذا الشكل اللي تكلمنا عليه دابا، كيكون بيض، غالبا بيض، كيقدر يكون شي لون اخر ولكن غالبا بيض، كيفي لي ترو لوفي، واحد العصيه كتهز وكتحط واحد البلاصه فين كتكون سيري. كاين واحد الدوزيام فورم اللي هي تقليله بزاف ودي باسي، كنلقاوها غير في لي بانتيوم دو اي سيغتان كارت مي ديال لي بانتيوم تخوا، غنشوفها من بعد. بحال هاد لاكارت مير، لاكارت مير فينا هو لو سيبور دو ميكرو بروسيسور؟ ما كاينش، لا كاين، هو لا فورم ماشي سوكيت، لا فورم سلوت، سلوت تعقلوا عليها، لا فورم سلوت هو هذا، دير بحال سكه،
بحال هادوك لي بيس اللي شناهم في الكور 3 جو كخوا ولا كور لو كور 4 كاتريام كور دير بحال هاد لي بيس، ولكن هو طويل شويه وفيه مقطوع على النص بحال هكا. هذا كيكفي واحد لو ميكرو بروسيسور دو لا فورم سلوت، الشكل ديالو سلوت. دونك لو ميكرو بروسيسور اللي كيركب هنا هو هذا، وهذا الطول ديالو تقريبا 14 سنتيم، كيركب مع ديك السكه من هاد الناحيه هادي. اذا عندنا دو فورم ديال لو سيبور دو ميكرو بروسيسور، لا فورم سوكيت اي لا فورم سلوت. لا فورم سوكيت هي اللي كاينه بزاف، لا فورم سلوت قليله بزاف، ولكن شيو ليها خصنا نهضروا عليها باش نميزو على انها كاينه. شي تشوفوا شي كارت ميغ فيها سلوت تقول هذا واش ما فيش كاع سيبور دو ميكرو بروسيسور، امبوسيبل. هادو لي دو فورم اللي كاينين. دابا الان غادي نطرقوا نشوفوا بالنسبه لي كارت ميغ، بالنسبه لي كارت ميغ اللي كيركبوا فيهم لي ميكرو بروسيسور بنتيوم 1. خصنا نعرفوا شي واحد المساله، لي كارت ميغ اللي كيكون راكب فيهم بروسيسور ديال بنتيوم 1 راه ما يمكنش يركب فيهم شي بروسيسور ديال 2 ولا 3 ولا 4، كيبقى ديك كارت ميغ ديال بنتيوم 1 راه ما فيها والو، صافي هذيك ديباسي. مشيت تقول لي با كارت ميغ ديال بنتيوم 1 حط فيها بنتيوم 4، هادي ما عمرها تكون. كارت ميغ ديال بنتيوم 1 كتسيبوتي على البروسيسور ديال بنتيوم 1. باش كنعرفوها كارت ميغ ديال بنتيوم 1، اولا لي كارت ميغ ديال بنتيوم 1 كيكونوا فيهم دائما السيبور دو ميكرو بروسيسور دو لا فورم سوكيت، بحال هذا، بحال هذا مثلا. هادي سيتين كارت ميغ ديال بنتيوم 1 السيبور ديالو سوكيت. ولاحظوا معايا مزيان دابا هاد المسألة، هادي بيض ماشي مشكل لون، فيه لي تخون ياك، في واحد لوفيي، في واحد بلاصه ديال السيري هنايا. شنو مكتوب هنا؟ مكتوب سوكيت 7، اس او سي كا او تي 7، سوكيت 7. فين ما تشوفوا شي سيبور دو ميكرو بروسيسور مكتوبه فيه سوكيت 7، عرفوا سي تي كارت ميغ بنتيوم 1. اذا ما نبقاش نعاود هاد الهضره، سوكيت 7 كارت ميغ بنتيوم 1. هادي سي تي كارت ميغ بنتيوم 1 هي، ولكن ما فيهاش السوكيت 7 هشام، عاد قلت لنا السوكيت 7، لا هادي فيها السوكيت 5، السوكيت 5 حتى هي كارت ميغ بنتيوم 1. هاكا يتشابهوا بيناتهم، شنو الفرق بيناتهم؟ الان ما غاديش ندخلوا الفرق بيناتهم، داكشي دي باسي. السوكيت ديال بنتيوم السوكيت 5 كيسيبورتي لي ميكرو بروسيسور من 75 حتى ل 133، والسوكيت 7 كيسيبورتي لي ميكرو بروسيسور من 75 حتى ل 233، ولكن هادشي دابا دي باسي. المهم اللي خصنا نعرفو دابا هو نفرقو ما بين كارت ميغ ديال بنتيوم 1 من لي كارت ميغ الاخرين. فيما تشوفو السيبور دو ميكرو بروسيسور في لا كارت ميغ مكتوب فيه سوكيت 5 او لا سوكيت 7، سي تي كارت ميغ بنتيوم 1، وماشي هادو اللي كاينين، كاين سوكيت 4 حتى هو كارت ميغ بنتيوم 1. دونك ثلاثة ديال لي سوكيت دابا لقيناهم، هذا كيسيبورتي غا واحد الميكرو بروسيسور ديال 66 ميجا هرتز وتقريبا. هادوش فهاد الشيء هذا دي باسي بزاف. دونك اولا سوكيت 8، سوكيت 8 دابا هذا يقدر واحد يتلف فيه يقول هذا بنتيم 4. دابا نشوفو في لي بنتيم 4 غتلقاو كيتشابهو في الشكل ولكن مختلفين في السيري. دونك سوكيت 8 تا هي سيتي بنتيم 1 كونسيديري كوم بنتيم 1، سيتي اون اركيتكتور دو ميكرو بروسيسور بنتيم برو كيلي كونسيديري كوم بنتيم 1. دونك خلاصة القول، اي كارت ميغ كتلقى فيها السوكيت 5 او لا سوكيت 4 او لا سوكيت 7 او لا سوكيت 8، سيت اون كارت ميغ بنتيوم 1. صافي اتفقنا، مثلا هذه اون كارت ميغ اللي فيها سوكيت 8 راه باين، واخا ما مكتوب ما كيبانش ليكم شنو مكتوب هنا، ولكن انا رجعتو في التصاور اللي بغينا ليكم دابا الشكل ديالو ديال السوكيت 8. دونك هادي سيتي بنتيوم 1 بحال دابا، هادي مابقاش نبقى فيها ما يدان. صافي الاخوان، اذا
عرفنا دابا كيفاش نفرقو كارت مي ديال بنتيوم 1. غادي نشوفو دابا لا كارت مي ديال بنتيوم 2. كارت مي ديال بنتيوم 2 هي اللي فيها هذاك اللي قلنا سلوت. ها اذا اي كارت مي ما كتلقاش فيها داك سيبور دو ميكرو بروسيسور دو لا فورم سوكيت كتلقى فيها دو لا فورم سلوت سي اون كارت مي بنتيوم 1 بنتيوم 2 باردون بنتيوم 2 ولكن ماشي بالاطلاق. كيفاش غنشوفو من بعد؟ ماشي مطلقا غنشوفو من بعد. هنا كاين واحد النوع اخر حتى هو فيه سلوت. دونك لي بنتيوم 2 كارت مي ديال لي بنتيوم 2 كتلقى فيهم دائما سلوت، يعني كتلقى فيهم هاد السكه هادي ولو ميكرو بروسيسور اللي كيركب هنا كيكون دو لا فورم سلوت، وهذا كيركب هو واقف. غنشوفو في لي ميكرو بروسيسور غادي. اذا ما كاينش سلوت، ما كاينش نوع، كاين سلوت هو كاين سي فري، كاين سلوت 1 سلوت هذا، ولكن من ناحيه الشكل هذا اللي كاين سلوت واحد اللي كاين سلوت 1. اذا باين الشكل ديالو باين، ما تحتاجش نهائيا انك تقرا السيري ديالو. اذا فيما تشوف كارت مير فيها سلوت عرف ان كارت مير ديال بنتيوم 2 او غادي تشوف واحد نوع اخر. بالنسبه لي كارت مير ديال بنتيوم 3، هنا لي كارت مير ديال بنتيوم 3 كاين جوج انواع، جوج اشكال اولا جوج انواع. كاين النوع الاول ديال الكارت مير ديال بنتيوم 3 اللي فيه حتى هو السلوت، باردون علاش قلت لكم ماشي ماشي مطلقا. كاين نوع ديال الكارت مي ديال بنتيوم 3 اللي فيه حتى هو سلوت، ما فيش سوكيت. هادو لي كارت مي ديال بروميير جينيراسيون ديال 3. يا في لا رياليتي كارت مي اللي فيها سلوت راه يقدر يخدم فيها بنتيوم 2 ويقدر يخدم فيها لي بنتيوم 3 دو تيب سلوت. اش كتقول السي هشام؟ يعني دابا قلت لنا بنتيوم 1 ما يخدمش فيه. لا، هذيك بالنسبه لكارت مي ديال بنتيوم 1. لي كارت مي اللي كيكون فيهم سلوت يقدروا يسيبورتيو لي بنتيوم 2 اي لي بنتيوم 3 دو لا ميم فورم، حيت كاينين لي بنتيوم 3 جوج نواع، كاين لي بروسيسور اللي هما سلوت ولي بروسيسور من سوكيت. هادشي نهضرو عليه بالتفصيل. ويقدر يسيبورتي غير لي بنتيوم 2 سي تو، ما يسيبورتيش لي بنتيوم 3. دونك كارت مي نيت فعلا ما كتفوتش بنتيوم، ما كتفوتش بنتيوم 3، يعني ما كتفوتش 450 ميجا هرتز في لافيتاس. صافي، دونك اللي تعرفوا، اللي خصكم تعرفوا دابا ما تعقدوش الامور بزاف، ان لي كارت مي بنتيوم 1 كيكون فيهم السوكيت اما سوكيت 4 او لا 5 او لا 7 او لا 8. لي كارت مي بنتيوم 2 كيكون فيهم غير سلوت. لي كارت مي بنتيوم 3 كيكون فيهم جوج ديال النوع ديال لي كارت مي، كاين اللي فيهم السلوت وكاين اللي فيهم السوكيت. بالنسبه اللي فيهم السوكيت بحال دابا هاد لا كارت مي سي كارت مي بنتيوم 3، ولكن يا سي هشام وهادي يا خويا كتشبه الكارت مي ديال بنتيوم ان اللي جبتنا قبيله، وباش نعرفها واش ان ولا تخوا؟ سي فاسيل، على حساب لو سيري اللي كيكون مكتوب هنا. هاد السيري كيكون مكتوب هنا، الى قربنا لو سيبور دو ميكرو بروسيسور اللي كيكون مكتوب هنا بي جي ا 370. ها ها ها، فيما تشوفوا سيبور دو ميكرو بروسيسور فيه بي جي ا 370 عرفوا سيتين، عرفها سيتين كارت مير بنتيوم 3، سي با اون كارت مير بنتيوم 1. واخا نفس كي تقريبا كيتشابهو، ولكن هما كيتشابهوش بزاف. الا حاولت تحط لي دو زيماج وتحاول تقلب على لا ديفيرونس من بيناتهم، غتلقى واحد الحفره زايده هنا في السوكيت 7 والسوكيت 300 بي جي 370 فيه جوج ديال القنات ناقصين ترو ترو. صافي سي بون. دونك خلاصة تلقاو جوسكا بريزون كارت مي بنتيوم 1 كيكون فيها السوكيت، ولي سوكيت اللي كيكونوا كتكون مكتوبه السوكيت 1 باردون سوكيت 4 او السوكيت 5 او السوكيت 7 او السوكيت 8. كارت مي ديال بنتيوم 2 كيكون فيها غير سلوت. كارت مي ديال بنتيوم 3 كيكون فيها كاين واحد النوع اللي فيهم سلوت، كاين واحد النوع اللي فيهم سوكيت، والنوع اللي فيهم سوكيت كيكون فيهم نوع واحد اللي مكتوب هنا بي جي ا 370، نوع واحد اللي كاين، وهذا النوع هذا هو اللي كيكون ديفلوبي على داك السلوت. نهضروا هذا الشيء بالتفصيل في لي ميكرو بروسيسور. صافي دابا كنهضروا على لي سيبور دو ميكرو بروسيسور. اذا هنا غادي نوقفوا هنايا، نكملوا في الكاتريام بارتي على السوكيت ديال لي بي 4. الى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.